السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ذهب على زيارة هذا الموقع الطبيعي سكان المنطقة، لكن بعد تشييد الطريق الساحلي بدأت الحمى تستقبل زوارا من المناطق المجاورة، حيث أن شهرتها ستتسع شيئا فشيئا لدى باقي المدن الساحلية المجاورة. ويعتبر فصل الصيف الفترة التي تساهم في استقطاب زوار كثر، خاصة بعد عودة المهاجرين من الخارج قصد قضاء عطلتهم الصيفية، وقصدوا هذا المكان لا يكون هدفهم فقط الاستمتاع بالمياه الدافئة التي توفرها الحامة، بل أيضا من أجل السباحة في الشاطئ المحادلة. الذهاب إلى الحامة لا يكلف سوى تحمل عناء الجرف الذي يجب عليك أن تسلكه نزولا وصعودا. إذ عليك أن تنزل في درج إسمنتي تبدو عليه علامات الهشاشة، مثبت بجانبه أسلاك حديدية ذات سمك متوسط. كما تقع في موقع طبيعي فريد، فالولوج إليها يكون مجانا، وبذلك تضيع موارد مالية كبيرة على الجماعة القروية لذلك الداني. رغم أن هذا الموقع السياحي هو من بين المواقع الأساسية الذي يمكن أن تستغله الجماعة في استقطاب موارد مالية إلى خزينتها، إلى جانب الشواطئ ذات العذرية الطبيعية الموجودة في نفوذها الترابي. لا يفوت كل من زار هذه الحامة التعبير عن أسفه جراء الإهمال والتهميش، التهميش الذي طالها وافتقارها إلى أبسط المرافق الأساسية التي تمكن من استقبال الزوار، كما سجلوا تعقيبهم على عدم إنشاء مراحيض عمومية أو خاصة في هذا المكان الساحر. ورغم هذا الأسف، إلا أن الكثير من هؤلاء الأشخاص يعودون من الجديد إلى الحامة وإلى شاطئها المجاور قصد الاستحمام والسباحة معا. الحامة عبارة عن مسبح صغير يصل عمقه إلى
هذه المنطقة أنا جيت غباية كتسمى مساري. ملي وصلت لهذه المنطقة هذه سمعت على هذه البلاصة هذه كيقول لك سميتها هي على واحد السميه كيقول لك الشعبي. الشعبي قال لك فيها كيتواجد فيها واحد الحمام. ذاك الحمام كيقول لك كيخرج الماء ديالو سخون من الجبل من التحت. وعلى ما أظن على ما كنسمعنا الله أعلم كيقول لك بالنسبة كيداوي الأمراض الجلدية. هادشي اللي سمعت هاد الناس أنا كيعاودوا وجيت نشوف أنا هاد المنظر عجبني والديكور واعر. كما أن مياؤها صالح للشرب، إن تم ذلك قبل مرور ساعة على وضعها في قنينة. عصر ميوبليوسين والعصر الرابع، حيث تتخذ أشكال وعناصر جيولوجية متعددة والتي ساهمت في ظهور العيون الحرارية، وأضف إلى ذلك نشاط تكتوني المعقد التي تترجمه العديد من الالتواءات والتراكبات والانكسارات، وكذلك نشاط زلزالي مهم قرب النشاط البركانين. والفوائد الطبية المياه الحامة الدافئة خاصة تلك المتعلقة ببعض الأمراض الجلدية وداء المفاصل. يتم الولوج إلى الحامة في جميع أيام الأسبوع، لكن الزمن مقسم إلى قسمين، حيث خصصوا الفترة الصباحية للنساء فيما يستغل الرجال الفترة المسائية ابتداء من الزوال، ويبقى يوم الجمعة مخصص للرجال فقط. وقد وضع هذا النظام سكان الحامة المجاورين. وتشير الدراسات أيضا إلى أن درجة حرارة مياه هذه الحامة تتراوح بين 14 و 60 درجة، أما صبيبها فيصل إلى 50 لترا في الثانية. والآن أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو وأن يكون في المتناول إن شاء الله. كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصل لك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك، وشكرا على المشاهدة.